كيكه ديال تحمير الوجه غير بجوج بيضات فقط بلا حليب ولا ياغورت. عمرها تبقى تخطاك، ونزيدك بحجم عائلي 20 قطعة وبصلصة شوكولاتة رهيبة وجد اقتصادية. قطعة تنادي الثانية والمذاق يحمق، اقسم ما تندمي عليها. لهذا سيداتي تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقه التحضير. وكالعاده ما تنساوناش من لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم الفائده على الجميع. ومرحبا بالمشترك الجدد لاول مره كينضموا القناه ويعجبوا المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه الصويريه. وقبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو بالاكتي الله ونقولوا بسم الله. اول حاجه كنحتاج هنايا جوج حبات من البيض بدرجه حراره المطبخ، ثم كنحتاج 100 غرام ديال السكر الخشن اي سنيده، كاس منعبر ديال العنبه، وكنخلطهم جيدا في الخلاط الكهربائي. ممكن تستعينوا غير بالفوي اليدوي ولكم الاختيار، غير الخلاط الكهربائي كيتعطينا واحد النتيجه رائعه وكذلك كتعطينا واحد القوام رائع جدا للكيك ديالنا. كنضيف ليها هنايا عندي واحد نصف كاس من الزيت، كذلك منعبر كاس العنبه اي ما يعادل 80 مليلتر ديال الزيت النباتيه، وكنخليها تخدم مزيان مزيان. يعني كنطرب في الاول جوج بيضات مع كاس ديال سنيده واحد دقيقه تقريبا، ثم كنضيف ليها الزيت وكنخليها تطرب مزيان. عاد كنضيف ليها كاس من القهوه اللي يكون ساخن جدا. درت انا القهوه الحبوب العاديه اللي طبختها، غليتها في الماء مزيان مزيان وصفيتها ويكون ساخن جيدا. اللي ما عندوش قهوه غبره ممكن يستعين بمعلقه كبيره ديال القهوه السريعه الذوبان في كاس ديال الماء اللي يكون غليان. ثم كنضيف معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو، كنخدم الكل في الخلاط الكهربائي وكنفرغوا في واحد الفول اللي غنمزج فيه المكونات المتبقيه. عندي هنايا الدقيق كيف ما شفتوا معايا، درت 7 ديال المعالق ديال الدقيق، وكندير هنايا جوج خمارات من فئه 8 غرام، من المجموع هي 16 غرام، يعني جوج خمارات كل وحده كتوزن 8 غرام. كنخلط جيدا، درت 7 ديال المعالق وغادي نزيد زوج اخرين، يعني في المجموع 9 معالق كبار مملوئين جيدا يعني بومبي من الدقيق اي ما يعادل 240 غرام ديال الدقيق الفورس. كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى نضيف الدقيق بالتدريج باش نحصل على واحد القوام ديال الكيك اللي يكون ما خفيف ما ثقيل، يعني بحال الكيك العادي ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل. وانتم على حسب الدقيق، درت انا 9 ديال المعالق كبار بومبي اي 240 غرام، كنخلطهم مزيان مزيان. ثم كنجيب الطاوه ديالي او المول، وغنخلي لكم العبار ديال هاد الطاوه في صندوق الوصف اكيد. كندهنها بالزبده مزيان مزيان وكنرش ليها الدقيق جيدا باش نتفادى الالتصاق ديال الكيك ديالي. ثم كنفرغ الخليط كله هو، ودرت الفرن ديالي سخن مسبقا على درجه حراره 180. كندخل الكيك ديالي الفران لمده 10 ديال الدقائق، ما نتعداوش 10 دقائق باش ما تيبسش لينا وتجينا ناشفه، باش تبقى لينا فتيه يعني بحال اللي خدمه بحال اللي كنخدموا الجينواز تماما. ما بين 8 دقائق حتى الحد الادنى 10 ديال الدقائق، والفران ديالي يكون سخون مسبقا ونخليه بنفس الدرجه ديال الحراره، ما نهبطها ما نعليها. غادي ندخل اللاطه ديالي للفرن كيف ما كتشاهدوا معايا، وغنخليها 10 ديال الدقائق وغادي نخرجها. بعد ما دازت 10 ديال الدقائق وها هي خرجت باقا سخونه، غنوضعها جانبا حتى تبرد ليا شيئا ما، باش عاد نحضر الصلصه اللي غادي ندير او الكريمه ديال الشوكولاته. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنايا واحد زليفه اللي قابله للحراره لانني غنديرها في حمام مريم. كناخذ هنايا شوكولاته ديال الدان ديال البندق، اي نوع شوكولاته متوفر عندكم. كيف ما يمكن لكم ديروا تقريبا واحد 150 غرام شوكولاته العاديه، وتضيفوا ليها نصف كاس من الحليب اللي يكون غليان، لكم الاختيار. عندي هنايا انا الشوكولاته ديال الدان اللي درت تقريبا واحد جوج معالق كبار بومبي، وكذلك الشوكولاته العاديه اللي ذوبتها في حمام مريم وخديت منها تقريبا كذلك واحد ما بين زوج حتى ثلاثة ديال المعالق. علاش؟ لان هاد الشوكولاته ديال الدهن غادي الا درتها فوق الكيك غتبقى ليا يعني لينه، انا بغيتها تبقى قابطه شويه، وكذلك ما نديرش الشوكولاته السك يعني غير بوحدو باش ما يجينيش كيتكسر.
كيف ما كتشاهدوا معايا انا قلبت هذا الكيك ديالي على الجهه التحتانيه باش تجيني يعني داك الطبقه مقاده، لان الطبقه الفوقانيه كتكون شويه بومبي. كنقلبها ما كنسقيها ما والو، هي راه كتكون فتيه رائعه جدا. كنسرح فيها داك الشوكولاته اللي ذوبت ديال دهن الخبز مع الشوكولاته العاديه، وغنخلي لكم المقادير اكيد في صندوق الوصف. كناخذ هنايا الشوكولاته العاديه اللي كنت ذوبت، تبقى لي وذوبت تقريبا واحد 100 غرام وتبقى لي منها، يعني انا درت بزاف، ديروا غير 80 غرام شوكولات غادي تزينوا به، وكذلك غضيفوه الشوكولاته ديال الدهن. كنديرها في واحد القمع او كيس بلاستيكي، وكندير واحد الثقب اللي يكون رقيق، وكنشكل هذا الشكل على خطوط. كيف ما يمكن لكم ديروا ياغورت ديال الشوكولاته في هذا الكيك من الفوق عادي، وديروا فوق منها الكوك او لوز ايفيلي او الكاوكاو كونكاسي محمر اللي متوفر عندكم بالنسبه للتزيين. غير هاد الصلصه هذه كتعطيها واحد المذاق وواحد الذوق رائع جدا، سهله جدا واقتصاديه، وكذلك كتعطينا واحد الكميه وفيره، يعني كيك بجوج بيضات بحجم عائلي بلا ياغورت ولا حليب، كتجي لذيذه وهشيشه. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نقطعها ل 20 قطع، وانتم لكم الاختيار، ممكن تكبروا القطع ملي تبغيو تقطعوها او تصغروهم، وانا غادي نخلي لكم في رابط صندوق الوصف الحجم ديال الصينيه اللي خدمت فيها، ممكن تخدموها في الصينيه او في المول الزجاجي دائري، لكم الاختيار في اي قالب متوفر عندكم، غير خذوا بعين الاعتبار المقاس باش تجيكم كيف ما هي في العلو ديالها وكذلك في الحجم ديالها وتعطيكم حصص اكثر. كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنقطعها، كتعطيني 20 قطعه، وكل قطعه تنادي الثانيه، كتجي من اروع ومن ألد ما يكون ممكن تجربيه في الكيكات بجوج بيضات وبالحجم عائلي بذوق القهوه والشوكولاته، كتجي من اروع ما يكون. المذاق ديالها كيحمق، بهاد العباره كيجي المذاق ديالها كيحمق، وكذلك القوام ديالها رائع جدا، كتجي فتيه ولذيذه. غير جربيها، انا متاكده عمرك تندمي عليها وغتولي مدمنه عليها اكيد. جربيها سيدتي وردي عليا الخبر في التعاليق، كتجي من اروع ما يكون. وكذلك كيف ما عودتكم دائما غندوقها قدامكم باش تشوفوا القوام ديالها، كتجي فتيه وهشيشه من اروع ما يكون. كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى مرحله اختياريه، الى امكن ديروا هاد الشوكولاته اللي الدهن راها يعني جد اقتصاديه، ماشي شي نوعيه اللي هي مرتفعه الثمن، كنديروا غير جوج معالق يكونوا كبار عامرين مزيان، وكنضيفوا لهم تقريبا واحد خمسه ديال القطع الشوكولاته العاديه دائبه باش تجينا هاد الشوكولاته الدهن ما تكونش كتلصق، وكذلك ما تجيناش مقرمشه الا درنا غير الشوكولاته يعني بوحدها. كيف ما يمكن لكم ديروا الشوكولات العادي 100 غرام ذوبوه وضيفوا ليه نص كاس ديال الحليب اللي يكون غليان، ذوبوه وديروا فوق منها، او ياغورت ديال الشوكولاته، يعني الا ما كانت هذه غتكون هذه، عطيتكم عده اختيارات. كيف ما كتشاهدوا معايا كتجي فتيه وكتذوب في الفم والمذاق رائع جدا. نتمنى ينال اعجابكم الفيديو ديال اليوم، وتبارطاجيو مع العائله ومع الاقارب، وما تنساوناش ملي لايك، ومرحبا بكم دائما عند قناه سكينه الصوري.